ياسر إلا سودة وذا في عن ورين سوعة من بارك الله فيه غارب إن شاء الله أي رجع وذا ياسر لفت الصوكة عند دربي كسر قاع سودة وذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورايال إن شاء الله تعالى والحمد لله بنينا محاضرة ذي نقيب كنتم ديسي وقيب تيسي تحد وقصاب سنين تربية عرورتا برنامج خوري عدونا إن شاء الله تعالى خلي وحلقة حد لي سمشا بروبلم إيو حلول قارك وضا وحي وخول عسيني إيا شيقين تاس كو قيب طلبات شيخ هذا نيا كلمة بكتر عيو تنسي تحد إن شاء الله تعالى open discussion يا فرينا كدي بنوا إن شاء الله تعالى وحب سوري يا شيخ مختار كدي بنوا حسوك وكبين يا شيخ محمد وحي سؤالوين أما عن الروس وعضاء أما عن اليرتي أو عن الزبي أبو زبيري مع الحسن الجيور مع السيد مجيد عاوة إن شاء الله هو open إن شاء الله تعالى برنامج إن شاء الله تعالى قف كيس وتعليق أما وحكو درا إن شاء الله تعالى open ويهي نوسود نوادا لكن دربي قالوا ما جينا قف مشى نوسود جوا قال مشى قلوا يا هي خلاص كم مد على بعض إن شاء الله وحرجينا قفك دقيقة إنه وحي سكوسو كبير كبير أما السؤال أم وحي تعليق بس وقت جاي في هذه السنة مشاكل كحالي الأشياء جي وحاكم ده كو حالي الوالد يا محرور تم حاكي يعني إني سكر رمضان كل كوبات وحالي والدك أو مسؤولية عن دريم عدم الشعور بالمسؤولية والدك أو مسؤولية سيتا أو قادني لعفور تيسا طلبات حالي عفور تأوسن سيني لوقتي أما أكون مشغول سيني هاي شقو أما أرمك له تنسى دحاد عفور تأقلني قلو قد داري محبرة شدا فقال أها محبرة شدا دينتا تن أفراد وحالي عفور تأون للي حساب تميني مثلا صلاة وذا أن لو يديني يعني الدين تأن لقى واحد لقى يديني وحلقة يا موالد إكزامبل في اللي بيحوها عرورت اللي سكون وصاكر لكن أسوي دين الصلاة سكون مكسوتك إنت جوكتي تنشرات وحاوى إنا من بليرتر أما عرورت اللي تسم قدوة قف أي قدوة إذا رول مارا ليراك ولا شيء كي قف كان وكال قف وناكسا وسؤوتي على هذا وقود إذا رول مارا وقوه الرئي وعرورتي إهلا إنه موالد كودا تنلحات ونبقى كينيس وحاكمة علاقة سيئة علاقة دخون كبه حيث ننك إحاس كيسا حالاق يبا حاس كيني ننك هرد أي أبا عرود سيخو أولا هذا الشيء سيدوك على أبا هنا سيدوك على أولا هذا لما كعرود يحيكو أبو ليسا أرهن ديبيني كو أبو ترلاق يبا تن تضبات وحاوة المعاصي طبعا المعصية دا قفك مركب وكرة السيئة نفتي سيئة عرود تيسا أيو كدر يما تن سديدات وحالينا حولع وعلى حرام تولعونا أما لصي عرورتا لبات ذيك أنت تنسى ديدار تسقالات عندها وحوا مخدراتك وحدا ميل ولا إسكافورين لأنه ودن كذا واجبنا وإسكافورين يعني تن تورمرات وحالي ضياع الهوية قفكة لوس بعدين ما بين قانا قفكة وقوية سومالي مية مريكان مية وعنقي سماه إذا ميلو تن كوي تمرات وحواي قفك إنه تريم نقصان إنه كهوسي دخلك على سكول مرة وتوبر مثلا إنه السوق تريم إنه كهوسي أما إدكيشن أنا أما كلام أحال ما أجد تريم أما كهوسي أفر تمرات وحواي جهلية قفك إنه جاهل يعني تريم إنه جاهل يا أما و لنا إنفاهم تقول صعبر على نقطة أما والد كان حرق ساري محبرش يجلس على نقطة تن سدح تمرات وحواي عدم الوجود انا بديل لهرينا مثلا انه سبديل هاي السنه القف كان سكول كا وحاليا انه كنت كان كيري او ليرا كروكو متو كاسورا منو تو كيري لو كنت كان كارتي بركا انه يرا ميل هادو كاسو بحالا ميل او هادو انه سن هاي السنه ايا لغي يابا مركا وكو قصبيا يبقى سنو كجرم وكو قصبيا هاي كان أود أن بيسو أوه مسألة إداروين كإدارة المساجد كأما مراكزتا أو شقضو سفيا عن أو قبلي إنت صحيح مرك مشاكل في الأشياء حلوش على الأشياء محاكم دها محاكم دها وتوش مقتال وتينا حلوش وحياة كو قبل الزواج بالله وتعالى إنت وقفك جورسني اختيار الزوج الصالح قفت جورسني سوهو عروت هذا غيو نقول اسمك ولينا كفير ستي تنلبات
درباره اذکار تا این لود دارم و حدیث خصوصا از نوشی قف که دو همین کی حلیل کس مفهوم دعا دست آقای سر دوهله هی بیم اون کس همین کس دو راه اون کسیه شیطان کی لهو کبد بادینه تنس دحات و عروت لود دعوی انتی لینکاری لها لود دعوی اما لو قیل لها خد کار و حالی نن یا اون کس لگس و دعوی مرک لگس و دعوی صحنه او والله كان إنك مركو يوم يدور ويل كارسان وسميسان وسميسان وسمي مركز ويل كي ودعوي الله يهديك صويرة صان إنك زود دعوة وح راجي وحويري وكود دعوة ودعويني سامية مركز ويل سان أمره ودعوي كوره داين كارلا سو سميلها وقص يدري لها مركز سان أمره ودعوي مركز دعوة مهمة هاي تن أفراد والاهتمام بعروتة عقيدة اللي قد قاله مهم هاي لأن عروتة وحا كلية أو كو حكومة ودين توقف ودين لهن وحا سوتهن الله الله همون تنشنات وحاوهن الرفق ولين الكلام عرورة إن لون حريص تحضر الدين عنه لأنه هو تلحاد الاهتمام باللغة الصومالية اللغة ده هو اللي قد دالو عرورة اللغة هدنا الصومالي الصومالي إيكو هدنا تنطلبات عمل كوناكسن إلا بضيئ ما دام دين بدين عحكا لو أجير عمل وناكسن إلا بدي سيسرف كورسمين جرين العمل هناك سنة بديو تنسي ديدات والتوجيه الصحيح مركو يريها بإنوس وضضو مرأي الله الشيكة الله الشيكة وقصص لها الشيكة وتوجيه صح لغو سمية تنسى قالات وحاوة إن أصحاب هناك سنة لغو سمية أولي راكو قف أروت إلا وريستي وكلا صاحب يالتا هاي أصحاب تو هناك سنة إلا وعي راكو الهيب الصاحب لنغو هيو لقف هناك سنة وأصحاب أنا صاحب هناك سنة إلا وسمية تن طبعات وصندوق للتعليم اللي صار مثلاً وليرا قراكي جاليد ينسو تكتئيو بدك ليرا قراكي صندوق أصلاً يسنا وهذا إنترنشيب قف كيف يعناهم أما عمره اللي هو كيف أما جامعات لا جنب حيو إن لصمة صندوق أصلاً لصمة كوي طبعات إني إسكاشران جاليدة صوما مسلمين تمشي تجين إياه مراكز إني إسكاشران أرمها عنكروا مساجد كلي يسمى واحد صميك كرب جالي كلي يسمى واحد صميك كرتو مركا إنديس كاشدو كوي طوانات الله بي طوانات عندها و ددكا أو وح برطي يعني غليار ترسو جيستان أو وح أقوني مثلا قفت أجامعة كسور بحثي أو بروفيشنال طهي ددك جالي دا دي إنات المعادي كاشر بريسي إكزامبل حالي اللي بدهي عروت مركي كولج كتاقا مجامعة تاقا وحاو undecided وماني أصعب هذا المكان يعني جامعة اللي هذا أوكي وتجايين تيرون ولا بس أنا سدح سنة إني كلهم يانا لقيا ما أنا جاي يكون عظيم مكان تيجي كوه هرو كلهم بيستخدم اللابي و first two years و جنرال مكان قاعد كده كمبيوتر ساينس بالله كده بصعوبة لكن ما كنا ده هش قف توجيهي و short كده يكون مقرنسا سدح التوبونات وحاو ودك إن لا تلا عروض سومالي اللي جيه سيقصوا أركان بانكي وناجي سيقصوا أركان تن أفري طبانات ومراكزتا وقد قابسة برنت وضع وقد قابسة وتصور يمسو الشيء حلول مشاكل كيهن حلوشة مركزة دحي طبان كان حل أيها لبسو قبل قبلي أفري طبان مشكلة نوال الشيغي أفري طبان مشكلة نوال الشيغي حلوشة انتصى لبسو قبل قبلي إن شاء الله على حد وحارو عنا سيئو كلمة شيخ هذا كثير إن شاء الله تعالى ميكروفون قوري جدا عبد الله إرادة. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد جزاك الله خيرا شيخ أحمد دارت كادو ونتشي أنت أسوى أنت الحالة اللي سويت شيء ومشاكلاتك هاي ستو رأني أرادة لو أحكي إني أقوى مويهين إن كان أنا ويتش تايو بدن وضدك خيارت أو حقرتك ومساعدك تشوفون نوعية ذاك الدول له أي هيان وحنمرك ربنا إن شاء الله تعالى وحي هذا كبل الوضوء إن أنوال ريال وقدوبنا إن أن تجيسنا آراء دينا ورستكاشن كالله فورا ووحي قفق أوهيو أو إسليه هو مشكلة صوب قدبيو إيا سيدو كالا وحي حلقة ولوغو هرتيكي كالا intaas markii ay insha Allah waan ka gudubnay noo dhamaatana waxaan u gudbi doonaa gabagabada inaan xulashayno oo mushaakilaadkii xuluushii xulashayno oo soo ururino
خدمنا سوى الجيرة إن شاء الله تعالى وحي أن قبان كرنو وود يدو تهي إن أن قبانو وحان ربا إن شاء الله إن أن كبرا لكي يدور قضب وآد مهمي أكو وحي الإسلاة هاي وحل ينصيحة وحويان مجتمع عرورتي إن شاء الله تعالى وحان هدي ماشا أفادنو لكن وحيابو بسكتهم مادة أما مركز محمد قد هاي كبحسن موضوع ماشا اللوفة دي طبعا أستقرمتي إن وقتك لقوق هذا المدوني المناسب لماها سيدا سوكالا سيلم إذا وحي هوري لوغا هادلي أو لسو قد بيي وأما مشكلة أما حلقة إيادة لفتي إذا هدي إندي بلوغو النقضة ووقت اللومس وحي مركع عصب وحربنا جيددا أنو قباني كلام كنا ويهي إن شاء الله تعالى سوكا عشانو سيدي أن نفتي إذا يوبتك يوب بدبادين لهين وحي هذا كبير لوضو إن شاء الله نوفرين يهي في أحمد بان النوم معمول الدونو وحانا إن شاء الله تعالى في ليا حالي مركي لحيري شاهم على عبد الرزاق با يا اللي يريها بين دب دبور لكم هدي أوتشوغو سقع يا مركة أحق له وإن شاء الله كسو دواني شيخ أحمد بان أنت هرتي نودا دهين يوم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاكم الله خير إن شاء الله تعالى وحارجينا وقت يعني الليلة إن شاء الله قف والبا I will make it 2 minutes one minute my 2 minutes يعني قف والبا ساعة دقيقة إن شاء الله وحارجينا لو احترام الوجودي على الرزاق ساك الله خير وبنا على التربية الإسلامية أما تربية أمقولي ومعلمك كهد لي والدين تنحوك لصار ياك رب وحكو درايا محمد كنت أقول لك
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كديب لو قلوا بارا عنك هذا وقتا هذا إيه كارت وقتها هذا قالوا وينا نصيب كان مراكيز تقود هان في حالة تقود إذا نيرا أفكارنا أنت كان حيس مراكيز تو لنيرا وحب عن تعي وحلا إيه هذا وقتا consultant إسكول بانترا إسكول هو حاجة consultant مرقو خلط سمايو ميلو قعرره او لوو سو دجيعود او وحلاوش مراكيستين ملح من ذاك الاتوكولوجي ميلو سيركو قرصده ملي حفيس او تغو سيرتيس او قرصده بودهان اما قارهان ملي وحنان كان لتاقين او خوين اصلي بعلي او سبحو بني كل الله كيال فتك وصو ساسو بربارايا وينانا ودوتغايا دوكسي سوركو بحايا ودوتغايا كوليج كوليج ما حكوه ريا معلم ان دين بقام السنين هذا نوح عليها وحاويا معلمك دين تقولها دين بقولها عرقي وحرمو كشوه وحبسك عليه مرة وحبسك عليه معلم كان دين تلقاية ورد الإسلام أيها دين توحمة كيغان هذا دين إسلام هو مرأي مشكلة ده قوي وعرورتين هاي ستو حيت هاي هذا كم مركان جوبنا واسوا الإسلام هو يحي واسوا بربارا واسوا كرا مركو هاي سكول كبحة كل إسكو وطمه جاء سدح بوليو لحنا بو سوري الجناية محاك ياري لباحا وفي سكيل علي مرأ أنا قاعد بسوري دوحا إسكالي مراكز إيه دوكسي ريس كله دي مساجد كسو أنا عدي جزاك الله خير وحاسي سايه قدم من جزاك الله خير قدام مهم وإلى خير قصية والله في محمد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام. وعن وقت هذا وقتنا لو شيء لا أود أن أروح أملاين يا إن شاء الله هو يجي إن شاء الله لو جت وعمل معه واحد لوجا من أشقام كرم معه ملاين يا موضوع على سوو يمد مرك أنا كلية واحد كلية لا يا هي مين اللي هو رأي موضوع على جهاز يا هدوية هي عروت اللي سيد لوب بعدين لها واحد كهر يا هرت وارد كسيد لوب بعدين لها صوت عروت عروت واحد على يوبان كواجبات كذا هاي واحد إن بالك محل إذا تربية هو رأي صراحة قبل على تقولي لكن هذه والدتي ويسكو بنادق سنين الباير بتيجا والبيات عروت كل شراب يواحد وقف هاي كلية واحد كم مشهور سنين كلية واحد يعول الهاي واحد عبد الهاي اللي وجد يروح يرجعين لكن من بعد كوي اللي يدو محل يا عروت على وقف هاي هذه سكو بنادق سنين وهذه هو إذا مش تاجا بام ملايين يا مركا واحد ويا أرتا مركا هرت إن والد كبنادق شيء لا بنادق شيء لو بنادق شيء محل يلا لا كل إنت هذا أول ما هذا الشيء تبي بدك هذا الشيء لكن واحد لو بعيني ولد لو يرى مر واحد نكمل على رأي سبعة الله يعني يا كل المساجد تقول خلاص الحمد لله برك الله وصلنا بس هي مساجد كبرت على لكن الفيش الله يسمع يوم الله الله قف في سكول سريسا حتى يحوم في سكول هي حتى يحوم بقول أي رئيس أي كل هي هي سيدا يقول دل الحياة أي سكلي أي سهاي محل هي الوالد أحرف على كلية مويه taas waxa kale ku xigta waxa weeyaan ummadu kale barra kama hadto hoggaan hoggaankuna waxa weeyaan afarta wadaad oo masajid soo kariya ma aha waxa weeyaan ummadu waxay leedahay odayaal beeleed akhyaar beeleed ay tirkar beeleed ay waxa booda boos uu weeyo hadda inta ka taagantay waxa weey markii dibnaacdu baa la yiraahdaa warodayaashii hal raadiye aw odayaashu ummada kale odayaal beeleed ay waligaa u tarin jirtay hoggaamin jirtay oo hadii xal ila dib jiray iyo wixii jiray si loo xalin lahayn si loogu sahbin lahayn kan كلامي.
hadda ka hor dhowr jeer baa laga sameeyo inaan maanta isweydiin balo podcast sidee loo badbaadin lahaa oo waxaa tig waxaa isleeyahay soddon sana bihayna laakiin badana ka hor waa isu day waa jiraa laakiin alxamdulilah maanta laftigeeda waa kolley horqaad weeye laakiin hirgalo bahalkii hanaqaadanaya ha nooga dhigo laakiin waxaan isleeyahay munaashaqadan mid ka ballaaran oo ka muqta dheer baa loo baahayo dadka indheer garadkeeda iyo odayaasheeda iyo khiyaarka culammadeeda isu timaado kolley dhibta meesha jirta waa la wada arkaa sidii looga bixi lahaa in laga wada tashado si weliba dhinteeda looga wada tashado markaas ummadda loo soo dirdhigo wixii markaa waxaa loo arko waa kasii fiicnaa lahayd baa rajeynaya insha allah kaasna waa loo gubayaa oo malaynaya hadda waa loo fiican baa usanahay بارك الله فيك وساشا يتطوع بالله إن شاء الله وكنتين سوح سعون دوري نقول إجد الله إلا هذا جزاك الله خير I think محمود أبو زبير 5 من القلقات 3 من القصير إن شاء الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هرتا إسكاشن كان وابتقانا بالله ونكسن marka anaga oo dhan ugu wada cusub yahay marka dadkii keenayna aan u mahadcelinno jazaakumullahu khayran hadda kadib niqaabka ugu faa'iideysan lahayn aan ku tashanno waqtiga labada daqiiqa qofka ku weydiin kara ku weydiiyo waqti kale ka badnaan doona insha allah marka waxaan rabaa hal qodob oo uu mataqaanaa maxamed saalex ka dhawaajiyey oo ahaa ciyaalka iskuullada dhigta wax la tali inaysan lahayn halkaanaan iskuulka ku bilownay anagoo badan mataqaana 1999-kii English nama aqoon klaasi marka waxaa naloo sameeyey la yihaahdo ESL English Second Language macalin marka wax dhigo iyo macalin Soomaali ahoo wixii naloo sheega noo sharaxaan lahaan jirnay maalin maalmaha ka mid ah marka waxaa naloo dhigay class biology ah marka macalinkii wuxuu ka sheekeynayay mataqaana evolution-ka ama Darwinism-ka dadka inay marka hore daanyeerka imaadeen oo macalinkii noo sharxay macalinka marka biology-ga noo dhigaayo uu ku khasbanaa inuu dhigo laakiin waxa uu aaminsan yahay ma ahayn asaga macalinkii soomaaliga noo sharxay dadkii dood badan caruur dood badan ay ka keeneen mataqaanaa marka wuxuu damcay inuu qanciyo qaabkan soo socdo marka noo qanciyo wuxuu yidhi soo ma xusuustiin waqtigii nabi nuux calayhi salaam haa in dadkii la halaagay dadkii markay dhammaadeen ilaahay wuxuu bilaabay dadkii daayeerkii dad in loo bedelo waa ninkii dhammaa oo dadka loogu keenay inuu mataqaanaa oo dadka u sharaxo marka consultation-kaas waa loo baahan yahay iskuulka laabal kastaan looga baahan yahay aqoon-yahaniinta iyo dadka waxgaradkeena saaran tahay in dadka qof walba wuxuu dhaamo uu cunuga ku kordhiyo oo annaga aan yeelno meel community center hadda magaalada dugsiyadu way midoobeen masaajidda midoobaa ka dhexeeyo bilow fiican waaye laakiin waxaa loo baahan yahay keligood inaan lagu hallaynin annagoo dhan aan isgacmo qabsanno hawshiina mashadan ka sii wadna insha allahu jazaakumullahu khayra bismillahi raxmaan raxiim waxay waa muscab waxaan ka mid ahay waalidiinta magaalada degan runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay arrintan isku dhacaysa anugu waxaan rabaa inaan soo jeediyo dhowr arrimood midna waa su-aal horta caruurtu xaggee ka bilaabataa laba sano ilaa iyo labatan jir mase laba sano ilaa iyo labaatan shan jir ayay ka bilaabataa waa su-aal hadday ka bilaabato laba sano ilaa iyo labaatan jir haa waalid waxuu ka qaban karaa sababta uu loo ogol yahay inuu kaba usoo galo timaha ka xiro seexiyo dhaqaajiyo meel usameeyo laakiin nin teenager ah oo bawrkiisa wata oo meesha roo dhacayo oo baaskid aadayo oo bayo kale ku jira waalid iska kooban oo bii laga rabo umalayn maayo inu waxbaan kala soconayo talabaad oo lagu ogaaday tajuubaha ogaaday waxaa weeye ilmaha markii masaajidka aad loogu celiliyo oo lasoo hayo banaanka sida waa dhabcaraya sababta wuxuu la ciyaarayaa nin aan tukanaynin wuxuu saaxiibo leeyahay nin aan tukanaynin wuxuu ka shaqaynayaa shaqo yar oo walmartiga iyo senis karaabka ka shaqaynaya oo khansiir iyo khamri iyo la qaadayo cid u sheegaysa ma laha waxyaalaha ugu waaweyn oo isleahay maaratay dhibaata ka imaan karta ama cunugi uu jecel yahay maraakista islaamiga ah sports male meel ilmihii waqtigood iyo xoogood iyo energigood ay ku dhameeyaan mahayaan cunugi marka hadda markaan hadalkii dhegeystay ama xuluushaan dhegeystay waalidiintii kulligood mutacalimiin maaha dad waa mutacalimiin oo cunug sideetan jir ah ama labaatan jir ah wax tijaabooyin kara ma laha
cudur muxuu ku haystaa si inuu kaa caqli badan yahay oo maaratay dad kale iyo uu la socdo marka horta waxaan rabaa su-aasha idin iga jawaabo la caruurta aan taagagaraynayno waa kuwe labada toban jir iyo wixii ka hooseeya mase waa laba jir ilaa shan iyo labaatan jir jasaakum allah khayr barakallah fiik forsa kanaas afkaraysaan كبدا ان شاء الله تعالى وهدانا توزيق السوق كبيره ديها سوق الجرا ان شاء الله يجي فوري متفوق وين اسكي السوق بالضبط السلام عليكم ان احرم بين المحل سؤال من ديو سؤال شي من حساب سنتاي لو كنت بدنا مساج تن يمدنا ويكشرتي لو تشيل ولا بلي واجي حاين ولا بلي واجي عاون ولا بلي واجي arin taa inaani Soomaalidu halkan degan aanay lahayn community center marka iyo kale kala dadsan yihiin haddii tahay dhalinyarta iyo haddii tahay community wada marka waxna hadii lagu soo celceliyo oo aan wax laga qaban iyada lafteeda dadka si kala dadsa hadii la ilaado dadku community ma leh isku ma xidna laakiin si aan jirin dadka xilkaal iyada lafteeda dadka si kala dadsa marka marka la leeyahay macid baa in iska dadka dadku waxaysa inay sameeyaan qorshe oo community ga soo keenaan ise hadalku ma soo noqdo haddii dadku waxaysa iska dadka waxa fiican inay ficil u bedelaan intana ay u sameeyaan hoggaan iyo maaragtay wax dhisan ay noqoto oo tusaale ahaan dhalinyarta wax baranaysa inta wax baratay ay ka badbaaday haddii ay noqon lahaayeen dad midaysan waxay role model u noqon lahaayeen inta kale oo marka haddii qof uu ka warwarayo inaanu gruub ku bilin wuxuu tegi lahaa dadka midaysan yani wax bartay ayuu u tegi lahaa intana kuwaasay gacan qabana marka su-aashiida waxa weeye miyay jiraan dad yani maskaxdooda ku kuwaxaysa inay dhisaan waana dareemi karaaya soomaalida laba marka meel isugu timaado markiiba tushus qabyaaladeed baa lagu tuuraa waana waxa keliya dadku ay uga cabsadaan inay afar meel isugu timaado markaama qorshahaasi waa maskaxdu ku guuxayaan mise haddii aanu maskaxda ka guuxayn dad rabe inay sameeyaan waxaa ka fiican in la iska daayo haddii aan xaal loo ahay haddii kale dadku way sii kala fogaanayaan dadkuna waxay noqonaya dad aan hambi lahayn oo markasta waxay ka fikirayaan inay sii kala daataan kadib su-aalooyin ka jawaabin haddaan waa furayna insha allah tacaala kabla hadday soo gargaraan waa siinayna insha allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I think a lot of people are looking at the bigger picture. Everyone's thinking about the future. They're trying very hard to think about problems that exist. But we're not looking at the things that's right there in front of our eyes or under our nose that we're not seeing. And something that we're not seeing is a lot of youth are bored. waxyaabaha future-ka ah oo mustaqbalka inay sii egaan ahaan dadka community ahaan involvement waa u baahanahay laakiini waxyaabaha badan oo loo jeedinaa jiraan oo indhaheena hoosteeda oo noo muuqdaan laakiini aan iska dhigi tirna xogaayar marka waxyaabahaas waxaa waaye dhalinyarada badankooda they experience something called boredom and saa sawaaliga ugu sheegay uga dhahay laakiini caajisba qofka dareemayaa markuu marxaladda u dhexeysa college iyo high school wuxuu dareemayaa wax badan oo caajis ah wuxuu isleeyahay wax walba aa samayn karta basketball ahaan ama waxyaabo oo fun a u samayn karta way kaa dhamaadeen soo maxaa samaynaysaa ragga waxaa la saaxiibayaan rag kaleto sigaarada cabaan ama waxyaabaha drugska isticmaalaan ama gabdhahana waxaa la saaxiibayaan gaalo kaleto oo waxyaabo oo aan loo joogin samaynayaan marka waxaa waaye inaan egnaa horta boredomka meeshuu ka yimidna waxaa waaye ajiskaas meeshuu ka yimid waxaa waaye dhalinyarada ma dareemayaan inay involvement inay kamid yihiin communityga wax walba waxaa laleeyahay dhalinyarada haloo sameeya laakiin dhalinyarada waxaa laga leeyahay adinka wax isku sameeya marka IT youth for example waxaa waaye community oo dhalinyaro isku timaaday oo wax u sameynaysa dhalinyarada marka waxaan hadatan bilaabnay inaan dhalinyarada markay da-da yar yihiin 14-15 inaan ka mid dhigno meetings inaan keeno oo dhahno raginaan kare adinka waxa nadin sameynaya maalin walba basketball intila din shido adinka ciyaar meesha nu ku ciyaarsiinaya adinka waa inaan isku samaysiin waxaan oo dhahdiin guys arinka iska leh marka waxaan u baahnaan lahaa dadka inay ku booriyaan caruurtooda be a part of the community be members of society inshaallah productive members of society jazakallah khayr sheekh
شرحي سألوكي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الألوهية والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حنو مرينا يا ميتينغ كان يا ووركشوب كان اينو هينو يا لبا دقيقه اينو اعراض يا فكرتها اسكو يدارسنو ما سامحيسو وقتي ما سامحي يعني نقول ان كيكو واد ايمتو نسوني ما ناس كاتغنو وحن اد يا سوجيدين لها سيدنا لو حنانتي بنو تربينا دين عانو أو موسى سعد وحجيري ورحت محمد كوكا بغدان ريال قنصحة ورحت صومالي بحضاتي دولة بغدان إن رحمت الشيخ من ولادة ليه قلت وحكا خادم ليه وعنان في عمي نوس الجيلية أو آراء يتلوي يخبرن إن أنا يلو الجيل إنه آبي وصحاها أنا وهل أهل ما كنت صنايا أهل تان لقاها الله يو أهل تان سنو حاوي يذلو إيجن إنستوتوشن إيو مساجد قونية إيو دائرة قونية إيو عيد قونية إن أينو ساقل لماضنو دمان كوميونيتي قودامي إن يسوكو جمادان سيدن أولاد ينو بباسن لهم وحنوما لينا إنك إسكو قبيل لأن قبيل كوادانتا إنت إنما إسكو دانع أولاد بينك تحيسا مساجد إيو كوميونيتي ميال بينو بذكرنا هاي إنك إسكو دانع إن نوكو سنة ماضنو وإنو كوضا تشارنو سيدا أولاد ينو كوها قابيسو إنك دانتا نوطا een hadii aynu baahanno wadaadada inuu la xisaabtano waanada issue kale oo aan aano masajid kan institution kan shaqo toosoo furnaay maxaa ku diyaarsan awlaadayadii maanta ugu lixjidniyay maamudin kana markuu labaatan jir yahay oo iska tagay marka shaqooyin badan xaram baad ayaa soo jeedin lahaa marka hada ku soo gabagabeeyay ay muusuna maadno workshop een caalamiyo oo sida workshopyada loo qabto ah loo soo arrange kareeyo وقت في عام أو لغو وضع هادلو أو الكهة لسكي درقو هالا يساسييو يانا الله أعرق إنا إن عيد يوقف قولي اللولوتشي لذا هذا الكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الله خير بارك الله فيكم. لابدي سؤال سؤال أنا كي جواب ده سؤال الشيخ هذا نصير إن شاء الله أتزاكم نورت هل وقو بشاريس إن شاء الله هو هدف كبرنامج هلوس اللي يوحوي حان قبل كرنا وح قلت أن ومجد ناي وح موقلتي ولوجي لسه وح قبل كرنا مساجد كل اسمه ما قبل كرا وما تكرن ذات كل اسمه ما قبل كرا ورانا سني مالنا عن فيرين لما إيش عيب تجرتو أو وضع هذانا قف عن قلدميني ما راح مساجد كا إدارة كيسة إدارة تركيسة وتقصير أما كابن أما أخطاء ما كي ما ندفنت لياس بقول كي بقول هي من واي وكيما أنا قرأت وكيما أنا قرأت كي مركا اللي صار وقال مركا اللي سوسه حاكره أنا جت أبو مركي إنك مركي أنا نص مش شيء لا جوضة حتى ويف عنده مركا أوبن ديسكشن وحلو سمي تاس واي وحا أنا تيت وشيء كرت إن شاء الله سؤال شنك جوابه بحيث يا ولاك يا مصح المرورته أما للترك الجين ويا كيتا هاي أنا جا جنرال وهذا اللي نورت مركا راسي جنرال تربية ده شيخ أو دوكان ده وحين كمل لعبة تربية عروتي إنت على جور سنين taas maana ruux waay wa ku intiisan imaanin boo ka bilaabaneysa laakin hadda waxa oo dhinaca madarastii misaajid kiya la keenay dadka dhinaca tarbiyada ku bilownaan ee waxaan aragtay bakshan saan gaarto baan la keenay ka hor inta kale guriye hawaay taas ma su'aash asu xamaleena su'aash waal keenay oo maxamed ka dhahay waay waalidka ku hor inaan dhaxno qolo oo training la siiyo ama guur ku qolo laga hadlayno qonaysa marka laakin tarbiyada ruuxta anaga waqti loo keenay waxa 5 ilaa joogay ilaa 18 إن الجو إن شاء الله تعالى سؤال شلبات ورالكن ويدي بس واحد كوميونيتي وفي مركز تواصل سواء نقطة واكلة دات سنتين واكلة دات سنتين مركز تعالى صرف تركي على جهنم غريزة تعالى حلوا هيني أما لا أما هلا جو جاء محل حلو كي وجس كتبه مركز واحد محاولة ما جرتا أو إن أمة الله مديه يوم أنا مساجدة هم نقطة الكوميونيتي النقطة واحد من دي ما ملاقى هذا ما دام تفرق على لقاه شيخات نسيان سؤال شاس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى على نبينا محمد ee su'aashu walaalkeen soo jeediyay magaciisa ma garanayo akhum kariim ma ku qorto mustafa ma sha Allah mustafa ee akhum kariim asley mustafa jazakallahu khayran su'aalad u jeedo awaye u yiri amar leeyseen umurti malihi wa asqana hada mali baa lagu celceliyay lagu celceliyay war ma jirtaa cid ku fikiray inay sameeyso hadaan lagu fikireynin oo wuxuu yiri aan dadka lagu sii niyad jabin oo aysan dadka dibaato u sii kordhin waa sax weeyey أنا مرت على تاس جوابك ومن كم بحيو حقيقة صومالي ضد سكوب حيران
oo danaha jaaliyadda u adeego ma jiraan. Markaan si kooban u dhaho, sababo badanna way leedahay. Sababaha waxaa ka mid ah qaarkii hadda la sheegayay oo communityga iyaga dhibaatadii culayskii oo halka laftiisa uu sheegay oo labadii isu imaan lahaydba wuxuu yidhi ay ka kala cararayaan in ree hebel iyo wax la mid a. Waxaas calana waa la sheegay, waa wixii runtii meeshaan na keenay welin aana daba socdaa. baraatiistu intii dacwadii iyo markaa diintii iyo dadkii intii la tawciyeyn karay in la tawciyeeyey u aas-aasmay, kuma jirin qorshaha maraakiistu inay wixii kale oo ku saabsan maaragtay ama in communitygii la shirshiriyo ama citygii iyo iyaga dowladdii u xiriirtii ka dhexeeyay la isku xiro ama amuuriha siyaasiga ahmay. maraakiistu waxay ku kooban yihiin wixii dacwo ah, wixii tacliin ah, consultantigii iyo reerihii iyo maxaan ku yihahdaa mashaakilaadkii xalintoodii, dadka ganacsatada iyo dadka isku dhaco meeshay usoo xuntagahayeen wahaakadaa, iyo wixii kurba iyo culays markaa soo kordho intaasaaba ka badanba. taa markaan aragnay inay majaalkii kale maqan yahay, waxaan samaynay maraakiistii inaan isu nimid magaalada saad la socotaan, masaajid badan baa ka furan. muddaha hadda 3 sano laga joogo waxaa ilaahay nagu guuleeyey inaan masaajiddii 6 ka mida midayno oo aan u midowno bal arrimihii dacwada iyo wixii kale oo communityga markaasaan u qaban karno inaan u midowno. wax badan baa midowgaasu faa'iideeyey oo dadka runtii uu u taray. waxaa ku xigay dugsiyadii in la mideeyo oo waxaa la wixii dugsi masaajidka ku yaa magaalada ku yaalay waa la mideeyay. tuwali maraakiista aan idhaahday ee masaajidda ma wada soo gelin midowgii oo qaar baa iska cudur daartay sabab walba ha keento. waxaa ku xigtay in dugsiyadii la mideeyo oo hadda xaflad weyn loo qabtay muddo hadda sanadkan waxaan umalaynayaa bilowgiisi inay ahayd makii hore aakhirkiisi, iyagana hadda meel fiican bay maraysaa. waxaa ku xigtay tilaabo kale inaan qaadnay oo ahayd inaan isu baadi goobno dadka magaca soomaali communityga ku hadlo oo magaalada joogo, oo taqriiban ilaa waxaan ka yeelanay in ka badan 10 shan oo muddo badan socday. markii u dambeeyey bisha ramadaan baa naga soo gashay, waxaan isu keennay gabar iyo wiilba cid kasta, ilaa ummaddii cid isku xirta ma lahaane, qof walba waa dhaqaaqa, keligii baa inta dambiil qaaday iyo xafiis halkaas u dhaqaaq, inaan marka hal qolo oo dadkii u khidmayso oo ummaddii ay u laabato, oo haddii doorashooyin jiraan, haddii ummadda xuquuqdeedii maaragtay loo soo celiyay inay u sameeyaan ayaan marka ugu talagalnay. meel wanaagsanna way noo maraysaa, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan sii dhamaystirno. marka arrintaas khulaasatan waa lagu jiraa inaan ku guulaysano waan rajaynaynaa insha allah. barakallahu fiik. salaada waxaa ka dhimay 5 daqiiqo, hal daqiiqo waxaan siinaa ustaad xasan soori, daqiiqan kaga dhiga, kadib 2 minutes waxaan siinaa sheekh mukhtaar, kadib sheekh maxamed dristu talooyin aad ugu wanaagsan baa la jeediyey, iyo mashaakil iyo xuluul intaan labada beri soo laafay. waxaan jeclaan lahaa in talooyinka lagu darsado inaan mashaakishaan inta laga hadlo hal habeen la hadlo oo lagu kal tagay noqon, oo insha allah communitygeena waxay leedahay dad badan oo professional, wargarad, aqoonyahan, wadaado, in intii la isku keeno insha allah committee loo suubiyo oo baxsiyo mashaakishaan communitygana soo fadhiyo possible solutions to this problems insha allah. intaas ma recommendation ku darsama. asalaamu calaykum. barakallahu fiik. maalam taxkiim maalam taxkiim waxaa warkii aan marka hore waxaan dhahay dadka meeshan soo fadhiista fadhiyo hore tumila dhaysta maalam taxkiim fadhiyo
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذا ولن نسأل الله سبحانه وتعالى عن بيت يسعى وكل مصلحي. أنا واحد لنا برنامج مهمة سيدة عن قبض كنا يغني رضينا قبض بالين هاي. أنا إن شاء الله تعالى في مدى الآن أيو مرقوبة الرئيس وعكس ما سوجي لنا وأه برنامج برنامج هذا نوع عام وكلا وبلو في عام واحد. وما دينا وحي أباهن هي وعي قلين وعي قلين جوكتا مرقوبة هان عطسانا يا إن علاقة الهديل أو بشا بشي ومر إلا سمايا مرقوبة موضوع لا يحضر كليا ما عن غيرا وحنو باهنا وحبار شري عافماتي حقي بريها حقي شرحيلا مركا مسجد كوا طلابة في عن وانا ان شاء الله تعالى كوا قادرين وانا وما هنقينا وطلابة لوبا هنا مدنا حقيقة قيدة بلان اي كنترتي مسجد كمو دور نوع عاسو قلب الله مركا واتكم هاسنتين جزاكم الله خير عود سواد سؤال با مركا ربان ما مركا مسجد فينا ويديو سؤال شنو عيت هاي سنه ولا مسجد كو سو بندي بجت ويرا هذا بجت كاس وحنا نقول ترى قلنا سنه سو سوله سؤال شنو مركو عيت هاي مجلس بجت لو ترى قلي دنيالا اما مير سال تر يوز هلو كريو اما حتى في يوجا كمان مير لو ايديو مده سنه ده سنه كاس مويان وهي اكتيف سما هو ان شاء الله لو ترى قلي مجلس سؤال ما عصا قال اني نمبر مشي هاي مثلا ان مسجد كو يرا لعك نوع عسل مو تاكل من سؤال شيء ذا تاس سؤال شيء ذا بعض لفتي إذا ما من كميس تكون صعبة وقت هاي فرشة من جلال مو تاكل شيل ها مجلس تاع فرشة مو تاكل شيل جنريشن تاني كده نحلها ومجلس كا أو ما من هالنقطة أما دعوة هالنقطة فرشة نوع عسل كلا مو تاكل شيل وحنا سؤال شيء ممكن على هاي هدي أبدي لها ده مثلاً يعني معلم عن هاي قرآن ممكن أميان waxaan imaaday ku celceliyaan ani goorma graduateynaa quraanka markaa daamay oo go aamsiin oo ku rishaadaan in aan quraanka damayo oo soo kiisa galay marka ma jiraa barnaamij oo ku tala galay ardaygaas oo quraanka damayo ama macallimnimo loo diyaariyo hadda midna masjid ku leeyahay macad oo kale wali ma hayno qof leeyahay macad ku soo baxay waa khatiib waay ama imaam waay ama aan u tala galay masjid heeban aad masjid barnaamij oo caas qalo ma jiraa جزاك الله خير. سؤال ما كان ولا سؤال وما مقويدين جزاكم الله خير السلام عليكم. بارك الله فيك. جزاك الله خير معنا الحكيم وعلينا سيد الله خير ولا سؤال طيب بدل. سؤال شكو بعد وكو صار سن بجت ما ولو ترى قد اللي يرادا. نعم تغيرت وحيصور كشا قيب تدعو لي سؤال كشا وبرنامج كدعو هذا سنة والبو مساجد تغيرت وحكم بحياة سديدي تروكم وصلت كوويريا سديدي تروكم على وبي حياة تغيرت حلقة هذين نقطة أما باسكتبول هذين نقطة أما ميركا لإنك هذين نقطة لنعس وقنع تعودة لك إليه إيسو هوز كلام هذا تعودة كمينيه طلبات يا إذن بحر لامد يا لسين وسؤال أدو قيم بضي زاهر الله خير ديسمبر أركيسة إن شاء الله تعالى معهد معلقة سابة شيئي معهد لدياري معهد كاسم وخلوه تلقى لي دادك مركي دوكسي كبحان إني حق قلام أو مركي تربية الإسلامية مركو جامعاتها كقادرني سدح صنع إهد دكتور بو هوتر بدل مركز سامد أفراد إن لوجو دارو أو أوفيشال شهادة لسين دون أو أمريكا إنترناشيونال يونيفرسيتي أو فيرجينيا كوتالا دت كاس إن شاء الله نقدم دون خطبة لون دون إيه وعاد نقدم دون لكن مع الأسف ويل ويلي هن كبدا كوبدا ويل الشيء هذا ويلي هن كبدا كوبدا إنت أس وسؤالوي كي كوساب سنة ريماس كوساب سنة وإنت شيخ هذا السين كهيت لا ذاك الله خير مع رجع سؤال في عنوي سؤال شد ضم بيت مثلا دعاء للدياري مع الصحوي مركز كان معها هنا أنا أقول لك إن تشوقي هذا ما نينا واتجينا وإن لك لا تض نوجها بون وحنا نكرب عند أصول وجهة ما عد كاسوال الفري رك في عم بارك الصبح رك هروات شرين خطبة ما أخرنا يعني وما خطبة يعني وباب كله رك وكبر قام إنك صورة كي ترى ما شاء الله نأخذ بي شيخ أبو زوير بكم إذا رجلا من هي مع عبد العزيز ما شاء الله رجل ما حد كان مرون كع رجل بدنا خبرة وكبر لعنة ما حد كان قبلها خبرة قبرنا هدي خبرة الله صار يكون سيدي نيو كنا عدل
ملايا قبل هذيك لكن رنتي قبل أول ناكسن وقادوا في عمر لدينين إني هنتان ديل كسو صعوه أيها ما عرق تيجيرو مدك لي معهدك بلارنتيسة برنامجك مثلا إسبورتسك إيا بجتك دلن يرادا ويجيران لكن مبورا تمر درتين وحال إلهي كرجينينا ماشا هدا عن قوض نهوشي دينام بلاونا هدي إلهي نوصول قليو إن وحبضا ودين عاصا أي إن شاء الله نوح الاسم دونا بارك الله جزاكم الله خير إليك هذه سيا ووالدين إن شاء الله برنامج كان و it's not going to be the first and last it will be first إن شاء الله تعالى سيقول على هذا البدن بالله وانا تأسيني كقادين و every 3 months أنا قطم every 2 months and every month وإن يسوي شيء إن شاء الله برنامج هذا هذا الخراس على ديارنا وحاك الله ربنا يدين شيء وحاجر تحت قد إلى الديار والدين ويجران هوري برنامج كذا سي official برنامج الله صالح لكن خاص وكشقينا قد والدين أجر حتى أرنتنا وكشقينا إن شيخ هذا مضح كي يرقل دمر كجرا أسيقنا وجرا أو يا يا عضو حق التنبيه اوكي ان شاء الله مدو شيخ امين بمبك لو كجرا سا كجرا اوو دبيت ان شاء الله تعالى خير ان يسيو وهذا اوو محسنتين ان ولا شقين ادو الى اله ذو ميلو بلاك ولا شقين لنا قد قال ان ولا شقين غاري حضور بين وصل غاري الى والله ولا غاري حتى ربنا يوصل هذا وانا غاس لو شبو غاس لو شبو بغيه كاري قد كسار هذول ومال في عروقي وأنا قاس لو شو مركا مساجد كان أنتوا قبنا كرو قبنا تقصير وجرا لين إحنا قاله نقطه أما لين إحنا قاله نقطه لكن إن شاء الله تعالى إسكاشنو يد واحد عن نقطة دويلة هذا سؤال شو حرم يا توي ما تلمنا تيوانا ما ذي وما قدرنا إن شاء الله تكمل الأخير رالي نقطة ذكي أو كجو جني وبرضه من نقطة عندها ده جامعة رجلا هو الاستعجال دي أسوأ قيمة بارك الله فيكم.